بيتنا فوت يا بيات. شفتي شو طرع لهم الفلوس تبعك؟ لكان فلوس حلو وكندرت كوثر كمان. امي لا تهكلي هم الك علي، ما عبي لك البيت ولا هي قدها. لكان شوفي كل 9 شهور بدي ازلط لك ولا جميل من اولها. لا شوف حالك انخطبت وكبرت، اذا اولادك بمدوا ايدهم على اولادي بكسر لهم اياها. شوفي لك حبابي، اذا بدك تجي انت واولادك وتبطشي عنا هون بالبيت ما بضمن لك اولادي زعلان. يعني ما رح تحكي معهم؟ انا بدي احكي معهم. لك اولادك اللي بلا تربايه. اولادي ولا اولادك؟ ولا انت وياهم بلا تربايه. اولادي بلا تربايه ولا ايه؟ اولادي بلا تربايه ولا اولادك اللي بيهجموا على سطح الشوكولاته مثل الوحوش ما بيخلوا في شيء؟ والله حبيبي اولادي شبعانين الشوكولاته ببيتهم، اولادك اللي بيهجموا على سطح ما بيخلوا في شيء. ليه؟ تضربي انت و يا امي يا كل الشوكولاته وياهم. ولا يخرب بيت قلبك، ذبحت لاختك خذي على عيونك ان شاء الله تضربوا شو شرشيح. بس تيتا انت وياه، بس خذوا اولادكم خسلوا لهم ايدهم وبلا ما يمعطوا لي البيت بشوكولاته. نط ماما لا تردوا عليه. بابا عزو لا تحرك كثير، انت مطهر جديد حبيبي. اهلا. اهلين استاذ فراج. اهلين، شلون وضعك النفسي؟ ممتاز. مبروك استاذ فراج. الله يبارك فيك. على شو؟ خطبة الاستاذ جميل. ليش خطاب؟ يكا امبارح المسا راحوا وقروا الفاتحة. انا اسف ليكون ما عندك علم. عم بعرف منك والله. منكم نستفيد. يا معز هي برافو عليك، هلمو حلوة بحقك نوبة، مني منك ما بمرق لهم ياها بنوب. ايه؟ شو عليه؟